شكرا لك ابو تركي. ما زلنا متواجدين وما زلنا مع الشباب الطيبين، وما زالوا الشباب يتمشوا ويتجولوا في سوق المباركيه. استوقفني حقيقه الوالد، ما بقول لك ايش قال لي، ولكن خلينا نسولف عنده ونعرف وناخذ علوم الوالد. نعم، تعرف عليك البدايه. خاطر ثاني ويد ابو رعد. ابو رعد، ابو رعد كيف حالك؟ الحمد لله. من اي ولايه؟ ولايه مصنعة. مرحبا باهل المصنعة. ولايه مصنعة منطقه الطريف. والنعم، هات علومك. ماشي علوم. ماشي اخبار؟ ماشي اخبار ابدا، ماشي العلوم خير. منتو من صوبكم؟ من صوبنا. ماشي علوم. ماشي علوم. العلوم ماشي كلها عن الكاس. الحمد لله. انت من جاي في طياره ولا جاي بر؟ لا جاي بر. الله، جاي بر. كله عشان من هذي؟ علشان الكوره، وعشان الشباب. نرحب بالشباب، نفدا بحالنا ومالنا ودمني برواحنا. الله الله يا الوالد، تحيه للوالد. صبقوله صبقوله. الوالد كم ساعه قضيته في البر؟ خذينا 16 ساعه. 16 ساعه؟ نعم. وياي بر ومتعني. متعني؟ نعم. من اجل المنتخب. من اجل المنتخب نفداه، ونحاول نشل الكاس في مخابيني. يلا نحاول نشل الكاس في مخابيني، ونحاول يكون 2-0 لمن؟ المنتخب العماني. زين ابوي، انت تابعت المباريات؟ نعم تابعت. تابعت هناك في عمان؟ تابعت هني تابعت يوم. انت متين جاي؟ متابعني في عمان يوم مع مباراه الامارات، وتابعتي مع مباراه السعوديه، وتابعتي هني في عمان مع مباراه البحرين. قول لي، هي اي مباراه اللي شفت المنتخب كان قوي وعيبك لعبهم؟ يا ابني لعبهم كل اللعب زين، من بداية المنتخب اللعب كان تراي يقول الإنسان يصادف الحظ. بالضبط بالضبط، يصادف الحظ، ولا لعبهم جيد 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 90%. و10%؟ 10% لا شيء، كان 90% لعبهم 90%، ومع السعودية 100%. مع السعودية 100% بس مباراتهم الأخيرة كأنها شوية. مباراتهم الأولية زين، فوق الزين. احنا نقول بلكنتنا طشوني. ما عليه، هذاك شايفينه. لكن الامر امر الله. امر الله. هذاك ابصبر مستوي ترى. ابوي، انت الحين عاد بتقعد مع الرابطه ولا بعيد عن الرابطه؟ لا، مع الرابطه انا قاعد، ما هي الرابطه. زين، انا بقول لك، وش عارى سيفين؟ والخنجر يا عمانية. والخنجر يقول، قال لي ولدك عندك قصافي. لا لا، عندك ميدان. لا 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 لا، عندك شعر. لا، هذا انا الحين عندك مسبع. لا، اقول لك ولدي بيضحكون علي، بيقولون نافع. ما حد يضحك عليك ابوي؟ بيضحكون علي، بيقولون مطوع علامك يسوى. الله يحفظك، احفظك. المطوع من طاعة الله ورسوله، كنا نطيعه ان شاء الله يا رب. الله يحفظك ابوي. ان شاء الله يا رب اللعيبه بيشوفون لقائك وبيسمعونك ان شاء الله. وان شاء الله يا رب نتامل لهم الخير. الله يحفظك ان شاء الله يا ابوي باذن الله. الكاس لنا. تحيه للوالد، تحيه كبيره صبقوله. الله يحفظك يا ابوي. احسنت، الله يحفظك بالحل. اتمنى بالفعل ان دعوات الوالد وهذا الخط اللي الوالد ما شاء الله من عمان عن طريق البر جاي كله من اجل مين؟ من اجل المنتخب وعيون المنتخب. وباذن الله لاعبين اخواننا ركباتنا ما بيخيبوا ظن الوالد وكل الجماهير العمانيه اللي موجود هني واللي موجود في عمان واللي موجودين في كل، ايضا حتى اخواننا وزملائنا واحبتنا الدارسين في 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 مختلف دول العالم اللي يترقبوا ايضا فوز الاحمر العماني، وان نفرح مره اخرى بكاس خليج ثانيه تاتي الى مسقط ان شاء الله يوم السبت القادم. يرجع المنتخب ومعاه كاس البطوله. قول يا رب ابوي. يا رب يا رب يا رب يكون نصره يا رب ان شاء الله وتربحون. دام انكم متواصلين يا ابو تركي اكيد بتكون لنا رجعه ثانيه ان شاء الله. شكرا لك محمد المخيلي على الهواء كذا. اصفق لهذا الوالد بصراحه والكلمات الرائعه.